لحظات في تاريخ النادي الاهلي او في ذهنيه جماهير النادي الاهلي بعضها حتى لو بيتنفذ بنسبه 80 او 90% فهو من بيفيد النادي الاهلي على الناحيه الفنيه او على المدى الطويل. التصريحات دي او بعض الاقوال الماثوره دي البعض بيحصل له مشاكل تجاهها، فبيعمل ايه؟ فبيحاول يضرب فيها كانها ثوابت، عايز يضرب فيها لانها بتعيقه هو كمنافس وبتحدد قدراته. كلام كبير، تعالوا نسمع شادي عيسى وهو بيتكلم عن الاهلي بمن حضر. في مجموعه حاجات انا مش بفضلها وشايف ان النادي الاهلي مش مستحق يعني المبالغه دي كلها. هو صاحب تاريخ محدش يقدر ينكر، اسم كبير لا شك في مصر وافريقيا والوطن العربي، ده حاجه مؤكده، زيه زي الزمالك، زيه زي الترجي، زيه زي الوداد، اسماء كبيره في افريقيا وفي اوطانهم وفي الوطن العربي بشكل عام. لكن انا ما شفتش انه بيحصل مبالغه ويمكن شويه على الترجي وهاله كده اعلاميه غير صحيحه طول الوقت شغاله زي الاله الانتاج مصنع، يعني آلات مصنع لإنتاج أخبار غير صحيحة وهالات وصياغات. تاريخيا بقى في حاجات كتيرة جدا، يعني مثلا يقول لك الأهلي بمن حضر، مش عارف الجملة دي جابوها منين، لكن أنا مش شايف ده في آلاف، بلاش آلاف، في مئات المباريات غاب نجوم النادي الأهلي فيها وملقوش النتيجة زي ما كان متصور. يعني الأهلي بمن حضر دي كلمة غير صحيحة أو جملة غير صحيحة. منين أجزمت إنها جملة غير صحيحة؟ ده أولاً. ثانياً، شاغل بالك ليه فكرة إن جماهير الأهلي أو لاعيبي النادي الأهلي يعتنقوا فكرة أو ثابتة اسمها الأهلي بمن حضر؟ إيه المشكلة عندك؟ المشكلة عندك إن الثوابت اللي عند النادي الأهلي دي بتعيقك، فأنت عشان منافس مش قادر تتغلب عليها فعايز النادي الأهلي يتخلى عنها، وبتسأل سؤال غريب جدا، جابوها منين؟ أكيد هنرد عليك جبناها منين، لكن أكيد عندنا رأي زملكاوي آخر. عندنا رأي زملكاوي أحمد بيرد على فيما يخص فلسفة النادي الأهلي الإدارية وفلسفة النادي الأهلي في شعاراته. في فرق ما بين الشعارات اللي هيكون لها تطبيق زي ما هنشرح لكم بعد كده، بس نطلع ونسمع الكابتن أحمد حسام ميدو وهو بيقول. الأهلي لما بيركب الدوري ما بينزلش، إيه رأيك في المقولة دي؟ دي مقولة زيها زي حاجات كتيرة جدا بعض المسؤولين في النادي الأهلي بيرددوها علشان يدوا أفضلية للأهلي عن 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 منافسيه. مفيش حاجة اسمها إن اللي بيركب الفريق بيركب الدوري ما بينزلش. زيها زي روح الفانيلا الحمراء. لما وبقول الكلام ده حقيقة، لما الأهلي بيجيب جون في الدقيقة 92 و93 يقول لك روح الفانيلا الحمراء وروح فانيلة ولاد الأهلي. لما الزمالك بيجيب جون في الدقيقة 92 و93 مفيش حد بيتكلم عن روح فانيلة الزمالك. كل الناس بتقول لك ان الزمالك كسب بالحظ، الزمالك كان ممكن يتعادل. بس بالقياس هنلاقي ان ده بيحصل كتير قوي في الاهلي، عشان كده طلعت الجملة دي. الجملة دي طلعت وبني عليها مواقف كتيرة جدا قدر الاهلي ان هو يفوز في اخر دقيقة. انت الاهلي اذكياء جدا في ان هم يستغلوا بعض العبارات وبعض الاعلاميين اللي بيشتغلوا معاهم وبعض الادوات الاعلامية ان هي ترسخ بعض المبادئ اللي هي بعد كده بيتم استغلالها بشكل جيد جدا لصالح النادي، وده ذكاء مش عيب. يعني ما اقدرش اقول ان طبيعي مزبوط. ولازم الزمالك يتعلم ان هو يعمل كده. على ذكر ميدو قال جمله مهمه حتى لو اختلفنا في نسبيه كلامه، ولكن قال ده طبيعي. فكره ان انت بيبقى لك مجموعه من السلوجان الخاص بيك كفريق دي حاجه مهمه جدا. الاهلي بمن حضر، انت عملت مغالطه لشادي عيسى لما اجتزأ الموضوع وقال انت خسرت في مباريات كتير. على فكرة ده قاعدة في كرة القدم، انك طبيعي هتكسب وطبيعي هتخسر، فانت استغليت شيء قابل للتطبيق عشان تحط عليه حاجة تانية. الاهلي بمن حضر مش على صيغة بمعنى ان النادي الاهلي في مواجهة اي حد باي شكل هيكون بمن حضر، ولكن في ظروف ما يظهر معدن النادي الاهلي وان هو بمن حضر. وده زي ما شفنا في واقعة 85 يا احمد الشهيرة، هو ده. انت بترسخ لنفسك مواقف تقدر تعلم بيها الاجيال الجاية ان في الظرف ده
كنت انت قدرت تعمل ده؟ لو هو وفق انه يعمله حلو يبقى استلهم من تاريخه زي ما ميدو قال، حتى لو كان بيقولها بصيغه غير ايجابيه. لو ما قدرش يبقى انت قدرت تحط في دماغه فكره تقدر تحفزه بيها. في 85 شفنا في 85 وتعقيب على الكابتن احمد حسام ميدو، هو ذكي جدا وفاهم كويس قوي. لما درب نادي الزمالك كان له تصريح شهير قال لك انا كنت بقعد فتره طويله جدا اجهز لعيبتي انها ممكن تكسب النادي الاهلي. فهو هنا بيقول النادي الاهلي بيستخدمها بذكاء التصريحات دي، الاهلي لما بيركب ما بينزلش وبتعمل عبء نفسي على المنافس. هو ده اللي دخل منه شادي عيسى او اي حد بيتكلم في السكه دي، ان هو عنده عبء نفسي من كل ما يخص النادي الاهلي، فعايز يحطم العبء النفسي ده بتحطيم الثوابت ده وياخد استثناء ويعمله قاعده. بالظبط، طول عمرنا بنقول انت بتخسر القاعده تتبقى ب 80-90% انت بتخسر يبقى الاهلي مش بمن حضر، لا يبقى الاهلي وارد يخسر. على فكره الاهلي وارد يخسر، بس ايه علاقه ده بمن حضر؟ عشان كده زي ما قلنا بتحط مواقف كنت انت فعلا فيها بمن حضر وتخليها خلفيه تاريخيه تحفز بيها اجيالك اللي جايه. في 85 الخلاف الصريح كابتن محمود الجوهري رجع بعد ما كان حقق بطولات مهمه في 82، راح الكابتن السايس وجاء كابتن محمود الجوهري، كان له تجربه مع النادي الاهلي ما اكتملتش نتيجه بعض الخلافات مع كابتن طارق مصطفى اللي النادي الاهلي انتصر فيها للمبادئ وقرر ايقاف 16 لاعب وطلع بياناته الشهيره وقتها بان فعلا الاهلي بمن حضر، وعشان كده قرر يخوض المباراه بمجموعه من الناشئين. هل الناشئين دول داخل المباراه كان فعلا الاهلي بمن حضر، ولا ما عندناش حاجه نستلهم منها تاريخيا المصطلح ده؟ انت جبت طارق مصطفى منين؟ هاني مصطفى، هاني مصطفى، هاني مصطفى طبعا. لكن الواقعه دي نجوم كتير جدا في نادي الزمالك وممكن تستغل في اشياء كتيره جدا. الفريق بتاع نادي الزمالك وقتها كان بالفعل مرعب لفريق الشباب للنادي الاهلي، وده اللي اتكلم عنه الكابتن بدر رجب لما تشوف تشكيل نادي الزمالك. لكن نشوف كلام الكابتن بدر رجب نفسه وهو بيتكلم عن واقعه وهو رايحين بقى الاستاد وهيقابلوا عتاوله نادي الزمالك في الثمانينات. كده؟ ايوه. ويتوقف 16 لعيب. فان يحصل ماكس ما بين 19 و20 سنه. ده قرار الكابتن صالح، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي ومجلس الاداره خدوا قرار ان احنا نعمل ماكس بين الفرقتين دول اللي هم 19 وال20 ونلعب اهلي وزمالك. بتلعبوا مين بقى او بتلعبوا مين؟ بتلعبوا فاروق جعفر وكوارشي واحمد عبد الحليم ومجدي شلبي ومحمد صلاح وبدر حامد وايمن يونس واشرف قاسم. ايه ده؟ وبنلعب جيل عمالقه. فاروق، كابتن فاروق جعفر وكابتن فاروق. مظبوط. انت عارف يعني الماتش ده واحنا بنسخن مهيب الجماهير كانت بتعدي لنا كام بتاع الزمالك؟ ده الماتش الوحيد في تاريخ النادي الاهلي اللي جماهيره كانت اقل من نادي الزمالك. احنا مش معروفين رايحين نخسر. بتعدي لكم ازاي؟ من 1 لـ10 جماهير الزمالك بتعد ليكم في الاستاد من 1 لـ10 يعني انتوا هتتغلبوا 10 يعني هنخسر 10 وكل بيعدوا واحد ويهيصوا. شويه اتنين ويهيصوا. الحاجات اللي عملتها الجماهير بما ان احنا كنا صغيرين ومش مدركين ان احنا رايحين نلعب عمالقه الزمالك، مش فاهمين القصه، احنا عايزين نلعب ونطلع في التلفزيون. فلما رحنا الملعب اتخضيتوا، عايزين الارض تنشق وتبلعنا. خلاص انت دخلت بقيت في الغريق. هتلاعب تيم قوي جدا وجماهيره متحفزه جدا بتعدلك، الخساره هتخسر كام؟ فده ادانا دافع غريب جدا وحافز غريب جدا. حتى اما الهدف الاول جه، الهدف التعادل جه بعدها بدقيقه. لا مفيش. يعني كان لازم تعدوا وتحمسوا اللاعبين. الاستاذ شادي بيسال انتوا جايبين منين الاهلي بمن حضر؟ الاهلي بمن حضر من وقائع كتير، وده كابتن بدر رجب وهو بيتكلم قدام فريق كان فيه كوارشي الاسطوره التاريخيه لنادي الزمالك. اهي الاسطوره دي امام اشبال نادي الاهلي تحطمت وقدر النادي الاهلي يفوز في المباراه دي وياخد بعد كده بطولة كأس مصر في النهائي أمام نادي الإسماعيلي. ما كانش ده بس الموقف الوحيد، عندنا مواقف كتير تاريخية أبرزها 2001 بطولة دوري أبطال أفريقيا، رحيل التوأم وقبلهم رحيل مجدي طلبة ورضا عبد العال، وتقريبا الفريق بقى عبارة عن جزء كبير جدا من صغار السن وهم كانوا في المنتخب الأولمبي زي أحمد أبو مسلم وأبو المجد مصطفى وحسين أمين، مع انضمام مع حسام غالي مع وائل رياض شيتوس. استعرضنا المره اللي فاتت مباراه سان داونز 7 لاعبين اقل من 23 سنه. هي دي الفكره، الاهلي بمن حضر بقدرتنا في الحاجات دي. بالظبط.
نروح كلها بقى. حماس زي كان الحماس اللي عندي. عندنا بقى كمان وقعة تانية قدرنا نحقق البطولة دي وناخد السوبر مع مستر مانويل جوزيه. عندنا وقعة تانية طبعا في 2009-2010 إصابات كتيرة جدا، أبو تريكة بدأنا نشوف بقى مصطفى شبيطة وعفروتو وأحمد شكري وحسمنا برضو أيضا الدوري. وبطولة أخرى يا فارس كانت القائمة تقريبا 14 لاعب. الكونفدرالية في 2014 16 لاعب في النادي الأهلي بيخوضوا نهائي الكونفدرالية. إصابات كتير يا أحمد، غيابات، ومع ذلك بتقدر تفوز بالبطولة. أكيد برضو ممكن نقول إن الخصم مش أقوى فريق، ولكن انت برضو اكيد لما بتيجي تشحن نفسك معنويا وتيجي تستلهم مواقف من الماضي بتحكي كل سلسلة التاريخ اللي احنا بنمر بيها وقلناها معاكو عشان توصل تقول للاعبيك لو في عجز او في ضعف نتيجة ظروف معينة الاهلي بمن حضر. مش معنى كده انك غير قابل للاخفاق، ولكن معناها ان الظروف صعبة تقدر بخلفيتك التاريخية وقدرتك ان انت تعدي. ومن ظروف الصعبة دي كانت ظروف المباراة 90 دقيقة نفسها صعبة. النادي الاهلي بعد من هزم 2-1 في الذهاب كان لابد من الفوز بهدف نظيف على الاقل. الحقيقه النتيجه اتاخرت جدا وبيتم اصابه حارس المرمى احمد عادل عبد المنعم، والاهلي عايز يسجل هدف الفوز بالبطوله. انت وسط جماهيرك صعب جدا تخسر البطوله، هيكون المشهد ماساوي. ويوصل كابتن طارق سليمان لاحمد عادل عبد المنعم يشوفه قادر على اللعب ولا لا. نسمع الفيديو ده عشان نشوف الكابتن احمد عادل عبد المنعم تعامل مع الموقف ازاي. ما انساش ابدا دوره في الكونفدراليه اللي احنا خدناها نهائي الكونفدراليه هناك وهنا، والمباراه اللي هنا بالذات كان مصاب. لا ده احنا كنا هنغير التغيير الثالث. سبحان الله، يعني الكلام جنب بعضه. يعني كنا هنغير التغيير الثالث في المباراه ديت، وعادل كان بيعرق في المباراه ديت في اللي كانت في مصر. كنت في الاستاد انا فشايف المشهد. الاهلي ضاغط واحمد عادل بيزك فعايزين نغير التغيير الثالث. احنا متعادلين 0-0 وباقي وقت قليل وعايزين نغير عشان نستفيد بالتغيير. فالراجل قال لي شوف عادل، فقمت انا لافف جاري كده من على التراك، فضلت ماشي لحد ما وصلت له ورا الجون، يعني رجليا كانت جوه الملعب قدام القائم كده يعني. فقلت له عادل ايه هنعمل يا ابني، احنا الراجل عايز يغير وخايف ان انت ما تكملش. قال لي لو برجل واحده انا هكمل الماتش. لو برجل واحده انا هكمل الماتش. قدرنا نحقق الفوز بهدف الكابتن عماد متعب في الدقيقه 96، لكن كان وارد ما نحققش الفوز. لكن هي دي الفكره، انت وارد مره يكون عندك نقص وما تقدرش تكسب، فما تاخدش الاستثناء ده قاعده. لكن لما يكون عندك فرص يا فارس ان انت زي ما بتقول عندك نقص ولازم تشتغل عليه، والاهلي بمن حضر اكيد بتقوي موقفك وبرضه بتصدر رهبه للمنافس، لذلك هم عايزين يكسروا الاهلي بمن حضر. بس اذا كان الاهلي بمن حضر يضايق البعض نسبيا، فالاهلي فوق الجميع بتضايق البعض كتير. اولا احنا النهارده محتاجين نقول يعني ايه الاهلي فوق الجميع، ويعني ايه فكرة ان عدائيتك تجاهها هو خلل عندك انت مش عند حد تاني. نطلع ونسمع الفيديو. يقولك الاهلي فوق الجميع. طبعا انا لما بسمع الجملة دي يعني مش بتغاظ، يعني الموضوع مش فارق معايا بصراحة، لكن عاوز بس اوضح انه الجملة دي بتفكرني اما بسمعها او اقراها بعصر ما قبل الحرب العالمية الثانية ايام هتلر، اما كان شايف انه الالمان والجنس الاري اعلى من البشر وان المانيا فوق الجميع. عاوز اقول لك المانيا فوق الجميع دي والصياغه دي يعني خلت العالم اجمع يعاني معاناه شديده ويموت ملايين البشر. فالاهلي خد الصياغه وقال لك الاهلي فوق جميع ابنائه. وانا مش عارف دي الصياغه دي بتركب ازاي، فوق جميع ابنائه ولا فوق الجميع، لانه الاهلي فوق الجميع دي اللي بتتحط، دي الجمل اللي بتتحط الجمهور بيحطها على اللافتات بتاعه في المدرجات والتسعيف يوم الاعلام الاهلاوي بيقولها، ما بيقولش الاهلي الاصل بيقوم شارح. مفيش حاجه اسمها مفيش جمله تستدعي شرح، الجمله تستدعي شرح يبقى لازم تتغير. ده اللي نفهمه يعني في الاعلام او نفهمه في اللغه العربيه، الجمله التي تستدعي شرحها تتغير، لازم نغيرها. فاذا كانت الجمله الاهلي فوق الجميع لم تتغير على مدار السنين اللي فاتت دي يبقى هي مش محتاجه شرح، هي واضحه. اولا لازم نفهم ان مصر قبل الجميع وكل الانديه تحت مظله مصر. النادي الاهلي في نشاته كان اسمه النادي الاهلي عشان النادي الوطني، فدي محسومه.
فكره من اين جاء الاهلي فوق الجميع. كابتن صالح سليم والقصه المشهوره اللي اعتقد انك عارفها كويس جدا في انتخابات 92 لما كان عدد المرشحين اللي عايزين ينزلوا معاه على قائمته حوالي 16 واحد وخلاهم يكتبوا تنازلات عشان يعلن بيه ان النادي الاهلي فوق الجميع عشان يختار مجموعه معينه منهم. ولكن انت بتتكلم ما فيش حاجه اسمها جمله تحتاج الى شرح. الجمله نوعين، تامه او ناقصه. ولو هنتكلم في الجمل اللي تحتاج الى شرح، جمله زي ناديك يناديك، سلوجان عمله نادي الزمالك وقت ما كان محتاج تبرعات. هل انت تفهم الجمله ناديك يناديك ازاي؟ جمله محتاجه شرح ومحتاجه تتوضح. ثانيا، لو بنتكلم في فكره الاهلي فوق الجميع، فزي ما قلنا فوق الجميع بمبادئه، والاهم لو بصينا لخلفيه الانديه هنيجي نلاقي نادي زي ريال مدريد وجوزيه اجويلار اللي كتب نشيد ريال مدريد بيتكلم وحدك انت فقط ملك اسبانيا الذي تحقق البطولات. هو بيتكلم في صيغه فيها مغالاه، دي صيغه جماهيريه لا تعني ان النادي الاهلي فوق الجميع خارج اطار الرياضه. وعايز اقول لك حاجه، في اغنيه مصريه شهيره للفنان الراحل محمد فوزي العبقري كان اسمها مصر فوق الجميع، اكيد برضه مصر وهي بتقول مصر فوق الجميع مش بتتكلم عن الدول الاخرى، النشيد كان بيتكلم ان مصر برضه فوق جميع ابنائها. كونك حتى لو بتتكلم ان الجمهور بيستخدم الشعار لحاجه حماسيه فبرضه بيتكلم في اطار رياضي واضح وصريح يا احمد. الغريبه فارس ان هم اصلا حاولوا يرددوا الشعار ده عندهم ويقولوا الزمالك فوق الجميع، لكن الحقيقه احنا زي ما قلنا هم عندهم ثوابت عندنا عاوزين يكسروها لانها بتقيدهم وبتلقي باثار سلبيه عليهم فحبوا ان هم يضربوها. نقطه عايزين ناكد عليها هنا ان النادي الاهلي زي ما قلنا ليس المدينه الفاضله ولكنه افضل المدن، فوارد جدا تلاقي استثناءات هم بيلعبوا على الاستثناءات دي، فحبينا نوضح وبناكد برضو ان الرد هنا بياتي من قيمه النادي الاهلي وليس من قيمه من يتحدث طبعاً عن النادي الاهلي. اكيد يا احمد، ونتمنى تكون الحلقه عجبتكم، بس هو تقوموا من مكانكم لان علولو نجم القلوب افضل من أتى من بلاد تونس إلى النادي الأهلي. أعتقد محتاجين تقعدوا مع كابتن أسامة حسني وتتفرجوا على حلقة هتكون شيقة جدا.